بما يجب أن يقوم به ولم يبذل العناية المطلوبة
لتحقيق مطالبي. نحن نبني، لدينا إمكانيات كثيرة، ونبني بناء جديدا متسقا متلاحما مع الانفجار الثوري ومع المسار الذي تعرفه الإنسانية الجمعات التجربة التي هو يوم وهو يوم تاريخي. التجربة وهذه الانتخابات ستمكن المهمش الذي لا صوت له أو الذي يعتبر فقط ورقة اقتراع يوم الاقتراع يمكن أن يكون صانع للقرار، يمكن أن يساهم في وضع القوانين، يمكن أن يساعد أعضاء الحكومة، وهذا هو التصور الذي يقوم عليه هذا المجلس الثاني. هناك للأسف بطبيعة الحال من لا يروح له المجلس الثاني، علما أن عديدا حتى في الفقه الغربي يتحدثون عن عودة الروح للمجالس الثانية بعد الأزمة التي عرفها في بداية القرن العشرين، ولكن عادت اليوم بقوة، حتى أن بعض الفقهاء يتحدثون عن الدولة الجهوية. تونس ليست دولة جهوية، تونس دولة موحدة وستبقى موحدة، ولكن صنع القانون، صنع اختيارات الكبرى عن طريق التشريعات التي سيتم وضعها من قبل المجلسين في قصر باردو يكون من قبل هؤلاء الذين صنعوا هذا الانفجار الثوري، ويكون معبرا عن إرادة المواطنين في كل مكان في أقل دائرة وهي العلم معتمدية، ولكن الانتخابات تقع في مستوى كل عبادة. وسنواصل إن شاء الله بناء كل مؤسسات الدولة بالقريب العاجل، وسنعمل أيضا بصفة مواساة على تطهير الدولة من الذين عبثوا بها على مدار عقود وعقود. كنت منذ أيام طرحت مسألة المؤسسات والمنشآت العمومية ورأيتم حجم الفساد، وهذا جزء بسيط من حجم الفساد الذي دخل البلاد. وعلى الشعب التونسي اليوم أن يقف، أن نقف معا كلنا في كل من مكانه لنبني جمهورية جديدة وهي بصدد البناء. وأنا على يقين من أننا نسير في اتجاه الجديد، على يقين من أننا سنحقق أمال شعبنا. ثرواتنا كثيرة وأمكانياتنا غير محدودة، وإرادتنا أيضا غير محدودة، إرادة الشعب التونسي للوصول إلى أن تكون من أرقى دول، لأن كل الأسباب تتوفر لها لتكون في طليعة الدول. ثروتها البشرية كبيرة، ثرواتها كبيرة، نحن ولابد أن نعول على ذواتنا، على قدراتنا، ونحن قادمون.